الطيران الحربي نفذ عدة غارات، 4 غارات بصواريخ فراغية على نفس المنطقة وبشكل متتالي بين ضربة وضربة 3-4 دقائق. بعدين أتبعهم بأربع غارات بقنابل العنقودية. مثل ما كنتم شايفين حرق المنطقة بالكامل، كان في سيارات مدنيين، سيارات مليانة إغاثة، سيارات يعني ما لها علاقة بالعسكر نهائيا. حاليا تحرقت كلياتها والدفاع المدني يقوم بإطفائها، والقنابل العنقودية يقوم الآن بإزالة القنابل العنقودية. هذا